خطأ ويعمل فلوس كتيرة جدا. فهنشوف الأخطاء مع بعض هتعمل إيه. ده هو 25 قرش اهو، وده تاني واحد بعت لي برضه، بس ده مش خطأ يا أخ اللي في الشمال، ده خطأ اللي هو بتاع جماعة في مصر ده، من غير أصلا ما يكون خطأ. العملة دي بتعمل فلوس يا جماعة، معروضة على أمازون بحوالي 300 جنيه، ومعروضة على إي باي بحوالي 400 جنيه وأكتر من كده. الجنيه ده فيه بقى خطأ جامد قوي، ده أنا هعرضه، لأن التاريخ بتاعه المفروض يبقى على اللي هو الواحد جنيه، خدت بالك؟ لا، التاريخ دي خطأ، العملة دي مقلوبة في الصك، اتقلبت يعني التاريخ، والجي مكان الجنيه مكان توت عنخ امون، يعني الوجه مكان الظهر، تمام؟ العمله دي تعمل فلوس يا جماعه، العمله دي ممكن تعمل 800 جنيه، وممكن تعمل 700 جنيه، وممكن تعمل على الموقع بتاع اي باي لو اتعرضت تعمل ورقه دولار، ورقه ونص يعني 150 دولار، يعني فوق ال 2000 وشويه. ولو اتباعت هنا ممكن تتباع ب 200 جنيه 300 جنيه، ممكن تزيد عن كده لو هو بياخدها، ممكن ياخدها ب 500 جنيه. العمله دي ال 50 قرش دي فيها برضو ميول اهي، تمام؟ دي برضه بس مش ميول قوي، ممكن تعملها هتعمل لها 50 60 جنيه 70 جنيه بالكتير، تمام؟ في الاخ اللي بعت لي العملات دي برضه، اخ عزيز، ال 10 جنيه اصلا من غير ما يكون يا اخ فيها حاجه، ال 10 جنيه دي مطلوب، ولو عرضتها على موقع ايباي ال 10 جنيه دي معروضه ب 100 دولار وب 150 دولار، وفي عارض منها ب 200 دولار، ارقام مميزه. والجنيه اللي معاك ده والعملات اللي معاك فيها اخطاء جميله جدا، ممكن تعرضها على امازون على ايباي. انا بقول ايباي ليه؟ لان ايباي هتعرض بمبالغ هتستاهل، ده اللي انا اقصده. ايوه عندك زيادات في العمله وعندك كل حاجه، وعملاتك كلها والله العظيم فيها اخطاء جميله جدا، وهحاول ان انا اعرض جزء منها برضو على الموقع. حاضر، تمام. عندك الجنيه ده لا مفيش فيه حاجه، لان انا قلت لك قبل كده الجنيه ده السته اللي هي اللي تحت الشريط، الشريط بيبقى يتعمل بعد الجنيه، فبتيجي تحت الجنيه ده مش خطا. ماشي. الجنيه اللي هو اللي انت سالت عليه اللي هو المغناطيس ده اصلا مطلوب، اللي هو 2005 ده مطلوب اصلا، واللي عرضوا عليك اللي هو قصده يشتريك ب 350، قول له لا انا هبيعه مثلا ب 450 ب 500 جنيه، انت كده كده كسبان، لكن لو عرضته على الموقع يعمل اكتر من كده، ده ترجع لك انت وده قرارك. عندك جنيهات كتيره فيها انحدار في العمله، شايف انحدار جامد في العمله. ايوه ده الجنيه ده في انحدار جامد، الجنيه ده يعمل له بتاع 500 600 جنيه، وممكن على الموقع يعمل ورقه دولار وورقه ونص كمان واكتر من كده بكتير بكتير. ولكن ده لو مقيم يا عم يا جماعه، العملات دي لو مقيمه تعمل الوفات، يعني انا اقيم ده مثلا ولا هقيمه مثلا ب 200 جنيه انا هبيعه فوق الورقتين دولار، طالما مقيم وجاي معاه شهاده، تمام. والعمله دي فيها ميل طبعا، اللي هي في الشمال اللي هي العمله التذكاريه دي، ايوه فيها ميل، بس الميل بتاعها برضه يعني ايه ما يعتبرش اللي هو يعني مش هنقول مثلا يعني 50%، يعني مثلا 50 قرش دي مش هتعمل اكتر من 70 جنيه 60 جنيه كده، يعني ممكن تعمل 100 جنيه، ممكن هوا ياخدها ب 120 جنيه اكتر. انما العملات دي اللي مع الاخ ده اللي في اليمين دي عملات كويسه جدا، ال 200 جنيه ديت الاخ بعتها لي طبعا، قال لي فيها قصه وفيها يعني يكاد يكون ايه فيها عيوب يعني، ولكن عيبها برضو يعني العيب بتاعها مش اللي احنا نقول عيب مثلا يدي 70 80%، لا العيب ده يعني كبير خالص 40%، يعني 200 جنيه لو اتباعت هتتباع ب يعني معلش ب 300 جنيه ممكن 250 جنيه. انما لو معروض على الموقع، وانا قلت الكلام ده كتير جدا، نعرض على الموقع ليه؟ عشان العملات دي تتعرض على موقع فيها خطا بنطلب فيها اللي احنا عايزينه، 200 جنيه دي ممكن نطلب فيها ورقه دولار على الموقع، شفت؟ او زياده كمان، ودي سهل شحنها، ودي سهله لان ورق بتتحط في الورق وكلام من ده. عندك عملات برضو ايوه كويسه جدا تذكاريه، والعمله دي معروضه فعلا على الموقع بحوالي اللي هي ال 10 قروش دي، ال 10 مليمات دي معروضه بحوالي 64 دولار دي، وفي معروض منها ب 120 دولار، وفي معروض منها على امازون كمان بحوالي 260 جنيه. ففي عملات كويسه جدا ومعاك عملات جميله جدا، فاعرض اعرض جزء منها ليه لا؟ ما انت كده كده كله مستفيد يا جماعه وكل